بارك الله بك. حدثنا عن أهم المجريات والأوضاع لديكم اليوم في مدينة دير الزور وريفة. بالفعل يوم جديد يطل على مدينة دير الزور الصامدة في وجه العصابات العسكرية والمنكوبة والتي تتعرض منذ أكثر من عام لحملة همجية شرسة من قبل قوات الأسد والعصابات الإجرامية التي تستهدف هذه المدينة بشكل يعني شبه يومي لقصف عنيف وممنهج في أحياء مدينة دير الزور. حقيقة يعني اليوم وضع مدينة دير الزور تعرض بشكل يعني بشكل يومي في المدينة خاصة من المدفعية المتمركزة على الجبل طبعا بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة بالمدافع الميزانية وأيضا يعني بكافة الأسلحة الثقيلة. سبب هذا قصف دمار كبير في البنية التحتية واحتراق العديد من المنازل بالإضافة لسقوط العديد من الشهداء والجرحى. يعني لو أيضا يعني هذا القصف يعني خلف يعني عشرات الصامتين وعشرات يعني الجرحى خاصة في حي الحديدية اليوم الذي تعرض بشكل يومي لهذا القصف. طبعا حي الحديدية هو يعتبر من الأحياء التي يعني أصلا نقول بالكثافة السكانية وذلك عدد كبير من الأهالي قد نزح إلى هذا الحي. طبعا الاشتباكات تجددت يعني على عدد من أحياء مدينة دير الزور طبعا خاصة في حي الحويطة وأيضا الرشدية الجبيلة ايضا الاحياء الشرقيه من المدينه حيث تحاول قوات النظام استغلال المعارك الدائره بريف دير الزور خاصه من يعني اصلا اقول بريف دير الزور الشرقي او الغربي او حتى الشمالي. طبعا الثوار يتمكنون من صد هذه الحملات المتكرره خاصه على حي الحويطه كما ذكرت استطاعوا خلال اليومين الماضيين من تدمير عدد من مقرات النظام واستطاعوا من قتل العديد من جنود الاسد. ايضا قاموا باستهداف فرع الامن العسكري بقذائف الهواء محققين اصابات مباشره حيث نفذ تصاعد لاعمده الدخل. ايضا قام الثوار باستهداف معاق القوات الاسد في حي الجبيله حيث نفذ تصاعد لاعمده الدخل ايضا من احد مقرات النظام. ايضا الاحياء الشرقيه من المدينه هي تشهد اعنف المعارك حيث يحاول ابطال الجيش الحر التقدم في هذه الاحياء تشهد موقعها الاستراتيجي وقربها من اقدام اقول لك من المدفعيه المتمركزه على الجبل. استطاعوا من تدمير عدد من الدشم التي كانت تتمركز فيها عصابات الاسد بواسطه مدفع اس دي جي وايضا بواسطه مدفع جهنم. هذا بالنسبه لمدينه دير الزور. ايضا حال في دير الزور لا يختلف كثيرا عن حال المدينه خاصه استطيع ان اقول بسبب المعارك الدائره بين الثوار ضد تنظيم داعش خاصه بقرى دير الزور الشمالي. يحاول التنظيم خلال اليومين الماضيين التقدم طبعا استطاع من السيطره على ثلاث قرى وهي الحريجي ضمان ناشف والان الاشتباكات تدور بالقرب من سكه القطار. طبعا التنظيم اليوم يحاول ربط قرى دير الزور الشمالي مع قرى دير الزور الشرقي. طبعا لوحظ خلال اليومين الماضيين استخدام لعدد من الاسلحه التي جلبها التنظيم من العراق خاصه الهامرات وايضا المدافع المجانيه. ايضا الاشتباكات ما تزال تدور في محيط مدينه القصيره التي يتمركز داخلها عناصر تنظيم الدوله. يعني أنت تتحدث ووصلت إلى منطقة الفصيرة وهناك معلومات مفادها بأن التنظيم قام بقصف مدينة الفصيرة بالهاويات وتسبب بمقتل عائلة وأطفال، ما حقيقة ذلك؟ بالفعل المساء البارحة حصل ذلك يعني من قبل يعني عندما قام التنظيم من قرية أطفيحي بقصف على مدينة القصيرة ليوهم المدنيين أو الساكنين في مدينة القصيرة بأن مقاتلي مجلس شورى المجاهدين هم من يقومون بقصف مدينة القصيرة. طبعا هذا القصف سبب سقوط أربعة شهداء وعدد من الجرحى طبعا جميعهم مدنيين. أيضا الاشتباكات كما ذكرت هي تدور في مدينة القصيرة بالأسلحة الثقيلة. ايضا اليوم الطيران الحربي شن غارة جوية على حقل الخرابة
ريف دير الزور الغربي دون وقوع اي اصابات تذكر سوى بعض الاضرار. ايضا الاشتباكات تجددت في محيط مطار دير الزور العسكري وعلى عدد من القطاعات خاصة القطاع يعني قطاع كتيبة الصواريخ الذي يشهد أعنف المعارك في محاولة من قبل الثوار اقتحام هذه الكتيبة التي تعتبر خاصرة المطار من الجهة الجنوبية. ايضا الاشتباكات يعني ايضا قامت بالقصف وكتيبة الصواريخ بقذائف مدفع جهنم خاصة البناء الأبيض حيث استطاعوا التحديد احدى الاصابات. ايضا قام بقصف قريه الجفره التي تعتبر روابط مطار دير الزور العسكري بقذائف جهنم. طبعا قام باستهداف احد البيوت التي يقطنها عدد من الشبيحه واستطاعوا من تدميرها. ايضا كان هناك حالات قنص لاصابات الاسد في المطار العسكري. ايضا لو تكلمنا ابو حسين قليلا لو تكلمنا عن الوضع الانساني لمدينه دير الزور وريفها خاصه اليوم قد اقبلنا على شهر رمضان المبارك الذي يعني اصبح لا يفصل بيننا وبينه سوى ايام قليله والمحافظه تعيش اوضاع انسانيه يعني مزريه للغايه في ظل التقابل من قبل الهيئات والمنظمات الاغاثيه في محافظه دير الزور او ريفها. طبعا انقطاع مستمر يعني للكهرباء ان كان بريف دير الزور او بمدينه دير الزور. ايضا بانقطاع الكهرباء الكل يعرف ان المياه تنقطع عن المدينه حاله نزوح مستمره خاصه من ريف دير الزور بسبب النعاس الطاحنه التي تدوم هناك الان. وانا اكلمك مئات العائلات النازحه قد افترشوا الارض والتحفوا السماء في الصحراء. طبعا لا كهرباء ولا حتى مواد غذائيه. العديد من الجرحى اليوم داخل مدينه دير الزور هم بحاجه للخروج من المدينه بسبب وضعهم الصحي المزري الذي تدهور. ولكن ما زال التنظيم داعش يقطع طريق الامداد وايضا ما زالت قوات النظام تحاصر المدينه. طبعا نحن عبر قناتكم الكريمه وكل مره نناشد يعني لعل نجد من يمد يد العون لاهالي دير الزور الذين اليوم اصبحوا بين فكي تنظيم داعش وبين قوات النظام منذ اكثر من 5 اشهر. وهذه المحافظه المنصوبه التي عانت الويلات من قبل تنظيم داعش ومن قبل عصابات الاسد. هذا مجمل التطورات لهذا اليوم في محافظه دير الزور وريفها. جزيلا لك الناشط الاعلامي محمد خليف مراسل شبكه شام الاخباريه في مدينه دير الزور وريفها على هذه المعلومات. ايضا اعزائي المشاهدين بهذه التوثيقات وهذه البطولات الرائعه للجيش السوري الحر